عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن حال وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله بغيت ندير واحد الحليوه لدويز اتاي، وقلت علاش لا اللي ما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي الكرام. فهي صراحه جد بسيطه ولكن كتجي مذاقا وشكلا هائلة. فنبداو نوريكم المقادير والطريقه كيفاش، فتابعوني حتى لاخر الفيديو. فبالنسبه للمقادير كيف كتشوفوا، فانا غادي نحتاج هنايا الدقيق، عندي مالغارين نص رابعه، انا هذه عندي كبيره ولكن هذيك الصغيره اللي كتكون فيها رابعه اديريها كامله، فانا عندي هذه الكبيره الحجم الكبير. وعندي واحد الكاس ديال الكوك محمره، وعندي خماره وازا، وكاس ديال سكر سنيده، وعندي كاس ديال الجنجلان هكا ممطحونش، من الاحسن يكون ممطحونش لان باش كيكون مطحون كيطلق واحد المروريه، فمن الاحسن هكا نحمروه ونخليوه هكا عادي. دابا غادي ندوزو على بركه الله نوريكم الطريقه كيفاش. غنجيبو قصريه ديالنا، غادي نديرو فيها الزبده، وغادي نديرو فيها السكر السنيده والفاني، وغادي نخدمو هاد الزبده مزيان يا السكر والفاني حتى تولي على شكل كريمه. صافي كيف قلت لكم غادي نخدموها هكا حتى ترجع لنا على شكل كريم، بحال كريم لينه وتكون جنسه مع داك السكر وداك الفاني. صافي كيف كتشوفوا غتولي بهذا الشكل هذا هكا لينه. صافي دابا غادي نضيفوا الكوك ديالنا، وغادي نضيفوا الزنجلان وغنخلطوهم. صافي من بعد غادي نبقاو هكا نمشيوها باش داك الزنجلان وداك الكوك يتفرق، ما يبقاش غير في بلاصه واحده، لان كيف كتعرفوا حنا دابا خدمنا غير الزبده والسكر ودوك العناصر بجوج. صافي دابا غادي نضيف الدقيق وغنخلي الخميره اخر حاجه. كي قلت لكم غادي نضيف الدقيق، غنبقى نضيف شوي بشوي حتى نسالي الكميه، يعني نحصلوا على واحد العجينه اللي هي لينه بحال ديال الصابلي. صافي غنبقاو نمشيوها هكا كيف قلت لكم مع الدقيق، ملي نسالي ديك الكميه عاوتاني ونقيسها نشوف واش مازال لينه، ونزيد عاوتاني الدقيق. صافي ونبقى نستمر هكا حتى نسالي، حتى نحصل على ديك العجينه اللي بغيت اعمل. هي في الصراحه صعيبه باش تجمعيها، لان كيف شفتوا ما درت فيها انا لا بيض لا بيض لا زيت، فهي الصراحه كتجي شويه صعيبه، ولكن الصراحه مع ديك التقرمشه ديالها كتنسي داك التعب. صراحه كتجي غزاله، كتجي مقرمشه وكتجي غزاله، غير شويه خاص الخاطر وصافي. من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا كيف كتشوفوا، دابا اخر حاجه غادي نضيفها وهي الخميره. صافي وغادي غادي نخلطها مزيان. صافي من بعد ما جمعناها دابا غادي نحطها في الجنب، وغادي ندوز ننظف سطح العمل فين غادي نخدموا هذا. صافي من بعد غادي نسرح، غادي نديرها على شكل كويرات وغادي نسرحها هنا باش غادي نخدمها. كيف كتشوفوا فانا غادي نقسمها على جوج لحقاش عندي هنا المسافه كبيره، نخلي هادي على جنب. صافي وغادي نحاول غير شويه باش تولي لينه. وصافي معايا صعيبه، شوف الخدمه كتجي قاصحه بزاف وما كتستعمليش فيها المدلك، الا درتي المدلك كتقطع. بعد ما سرحتها انا كيف كتشوفوا ها بيديا، فدابا غنجيب العنصر السحري ديالي باش نخدموا هاد الهلالات. فكيف كتشوفوا غادي نشدو فرشيطه وغادي نبقاو نمشيوها هكا، غادي نعاود باتجاه المعاكس. صافي وغنستمر هكا حتى تخبش لي كامله من الفوق. انا الصراحه اللي كلاها عند ناس يقول لي واش دايره فيها كاوكاو مهرمش من الفوق، ولا فهي ما فيها لا كاوكاو ولا حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه غادي نمشيها هكا، صافي تتولي عندي داك التشنيفه من الفوق. بعد ما غادي نساليهم من هاد العنصر السحري ديالي، غادي نجيبوا القطعه اللي هي على الشكل هذا اللي متوفره عنده، كاين ما متوفرش غير الكاس، يستعمل غير الكاس. فغادي نمشيو بهذه الطريقه هذه هكا. كيف كتشوفوا صافي وغادي نستمر هكا. صافي حتى نسالي العجينه ديالي كامله،
صافي كي قلت لكم انا غادي نستعمل غير السورانك هكا غادي نسفوهم مع بعضياتهم باش ما يجيناش صعيب ملي نبغيو نديرو فيهم الشوكولاط. صافي وغنبقاو نديرو هكا هاد الخطيطات هكايا حتى نساليو الكميه ديالتنا كامله. صافي كيف قلت لكم غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه غير شويه تخفوا ايدكم باش يجيو كاملين فيها شي صعوبه سهله. فهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا ديال دواز اتاي اللي هي بمقادير جد بسيطه ومتوفره في كل بيت. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتعجبكم الطريقه ديال الحلوه ديالي وديروها وتجيكم بنجاح كيف كتجي ليا. فانا كيف قلت لكم كتجي من الفوق بحال دايره لها بسميتو الكاوكاو مهرمش فهي ما فيها لا كاوكاو ولا والو. راه كيف شفتوا المقادير جد بسيطه اللي وريتكم الصراحه كتجي غزاله وكتجي مقرمشه وزبونه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وديروه بطريقه كيف انا وريتكم وغادي تجيكم ناجحه وبصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.